السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في أزنقل. أزنقل يعني البحيرة الطويلة. أزن طويل، قل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل بحيرة. إذن أزنقل البحيرة الطويلة. نحن الآن على شاطئ هذه البحيرة. أسأل الله العظيم أن يحفظكم جميعا. أنا مع أخي الشيخ رضوان. سلام عليكم. رضوان يسلم عليكم. يعني تعرفنا اليوم صراحة، ولكن ما شاء الله عليه من أهل الدعوة. نسأل الله العظيم أن يجمعنا على طاعته وأن يجعلنا ممن يبلغون آياته ويذكرون به. طبعا في هذه المنطقة الرائعة، يعني سأدعكم تذهبون انظروا إلى هذه السحب في أزنقل، هذه المناظر الطيبة. أسأل الله العظيم أن يحفظكم جميعا. يعني الآن نشاهد البحيرة، هذه المناظر طبعا مع غروب شمس هذا اليوم من شهر رمضان المبارك. نسأل الله العظيم أن يعيد علينا شهر رمضان باليمن والبركة، ونحن في أواخر هذا الشهر، في العشر الأواخر من رمضان. أسأل الله العظيم لي ولكم الحفظ والقبول. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك. يعني سأجعلكم تعيشون هذه الساعات. حفظكم الله أخي الأنيق الأنيق من الأردن. كيف حالكم وكيف الأردن؟ نسأل الله العظيم أن تكونون بخير، أنتم وكل أهل قرية قيطل، حفظكم الله جميعا. أسأل الله العظيم أن يحفظك أخي الأنيق. بارك الله بكم. يعني بسم الله ما شاء الله. إخواني نبتهل إلى الله شكرا في هذه اللحظات على هذه المناظر الطيبة من أزنقل، كما أسلفنا. أزن يعني طويل في التركية، وقل يعني حديقة. قل حفظك الله، الله يسعدك. بل أردني، الله يسعدك يا غالي. يعني شلون شايف لي المنظر؟ يعني يوجد هناك العديد من إخواننا العرب هنا. الشيخ رضوان عم يقول لي صور البطة. يعني هذه هي البطات. بحضورك الله يسعدك ويحفظك في الأردن إن شاء الله. أبو زكور الحلبي يسعد مساك يا غالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي حسان توي. عليكم سلام كارديشم. نيفر نيويورك. جزال بمنظرة، ها؟ جوردون مو. يوسف العبد الكريم كيف حالكم يا حج يوسف، أنتم وقرية الشيخ إدريس. الله يكرمكم أخي الأنيق. المنظر جميل لأنك أنت موجود معنا في هذا البث المباشر، لأنك موجود فقط أنت والأخوة والأصحاب. ما شاء الله حسان توي هوش جالدنز كارديشم أي والله. يعني هذا الجامع، منظر المسجد هنا في جوار الحديقة يعطيها جمال غاية في الروعة. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. إليك جزال. اي والله كارديشم. نابر اخي ياسر العلي، نعم انا من قرية الشيخ ادريس سراقب. وانت من اين اخي ياسر العلي؟ يعني ما شاء الله السحب تعانق هذه التلال. هوش بولدوك كارديشم. اي والله حسان توي. اي والله كارديشم. رمضان بيتيور مع الاسف. رمضان جيديور.
أبو زكور الحلبي، هذه روعتك بحضورك أخي أبو زكور الحلبي، المناظر الطيبة. بارك الله فيك أخي ياسر العلي، يعني شلون شايفين المنظر؟ إن شاء الله طيب، أنا أرى أنه مناظر طيبة ما شاء الله. أخواني أنا في شيء يعني استوقفني، هذا الجامع على هذه البحيرة يعني بسم الله ما شاء الله، يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني البحيرة جميلة ولكن وجود الجامع بجوارها يعطيها جمال أكبر. أبو زكريا مرحبتين وأهلا وسهلا فيكم. أخي حسان توي بان شمدي بان زاتن ترابزون أتوريورم أما شمدي بان أزنقل أزنقل güzel bir manzara var. Görüyor musunuz? Bak. Üzüngül. Yani على ما يبدو هناك نرى العديد من الاوتيلات. هذه التلال انا احاول اخذ جميع المناظر المحيطة. انت في قمة الجمال اخي الانيق. نعم في جوار المسجد منظر طيب جدا. الشيخ رضوان مدلي وين رايح؟ وين رايح يا شيخ رضوان؟ يعني خلينا نتمشى سوا. طيب تفضل. نحن والشباب الطيب الآن، يعني شباب أنا عند توافقوني الرأي أنه وجود المسجد الآن في جوار البحيرة يعطيها جمال. ندم بالميورسنوز. يعني أنا أجد وجود الآن هذا المسجد بسم الله ما شاء الله بجوار الحديقة مع شباب طيبين مثل أمثالك، يعني أهل حمص مو هيك؟ لا والله أهل الشام. لا أهل الشام، كلنا بلد واحد إن شاء الله. يعني أجد شيء طيب، يعني يعطي البحيرة فوق جمالها جمال وجود المسجد ما شاء الله ما شاء الله. يعني كان اختيار صحيح وجود المسجد هنا ما شاء الله. يعني أنت تجد هذه المناظر طيبة إن شاء الله. ما شاء الله أكيد. حفظكم الله، سرنا بلقائكم. حبيب القلب على راسي. السلام عليكم يا غالي. أخي سالم العلي أبو حسن، الله يسعدكم ما شاء الله، هذا خلق الله فله الحمد والشكر. يسعد مساك، الله يسعد جميع أوقاتك يا غالي. أوه أربجة يزور سنوز حسان بيه أزن قلت شو غزال غزال بمنظر أفار خبر olsun. Allah ni muradın verse versin kardeşim. Hasan Toy. Eyvallah. Şeyhna Abu Ubada nasih. Hafizakum Allah. كيف ترى هذا المنظر بالذات مع وجود هذا المسجد؟ أزنقل تركيا بالقرب من طرابزون. أنا أجد أن سبحان الله، الله وفق أهل هذه المنطقة ببناء هذا المسجد القريب من هذه البحيرة فأعطاها جمالا غريبا عجيبا بسم الله ما شاء الله. Cami burada. Açık açık. Gidebilirsiniz. Hafizakumullah ahi Abu Ubada nasih. Şeyhna el-Celil. Maşallah vücudukum tayyib ma'ana hafizakumullah. Yani subhanal khaliq. Yani nara fi hadhihi as-suwar yani as-suhub al-an tu'aniq al-ashjar wat-tilal. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم جميعا. يعني البحيرة خلفي وأيضا المسجد. نخلي الشيخ رضوان يصورنا.
أسأل الله العظيم أن يحفظكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول نبينا الأعظم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا ويحفظكم، وأن يسر مناظرنا ومناظركم برؤية هذه المناظر الطيبة. أسأل الله العظيم لي ولكم الرحمة والتوفيق في هذه الساعات المباركة. نحن يقترب أذان المغرب عندنا هنا في تركيا طرابزون. حفظكم الله أخي أبو عبادة ناصح، شيخنا الجليل سبحان الخالق. سبحان الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سكل ضن ما سكل ضن ما رضوان هجم. تقبل صيامكم شيخنا الجليل منا ومنكم، تقبل الله العظيم. يقولون في التركية جملة مزدن، جملة مزدن يعني أجمعين. تقبل الله صيامنا جميعا، تقبل الله طاعتنا وطاعتكم شيخنا أبو محمد النجار. نسأل الله العظيم أن يحفظكم شيخنا الجليل. يعني بسم الله ما شاء الله، مناظر طيبة شيخنا أبو محمد. شلون شايف للمنظر من عندك؟ الله يكرمكم يا شيخ، شيخ أبو عبادة بارك الله بكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حفظكم الله جميعا أخي أبو مصعب زمار. كم بقي لي أذان المغرب تقريبا؟ يا كلاشك يرم ساعات، يرم ساعات وقت فار فار من؟ يرم ساعات، يعني ساعات شوق وقت نورمال نورمال. يعني هم بيش دقة أولى باليرمي قلور ندن أول مصن أحبك جزال بمنظرة يا ما شاء الله تبارك الرحمن. أخي وشيخنا أبو محمد نجار حفظكم الله، إفطارا شهيا للجميع إن شاء الله. حقة جزال، حقة جزال. دوروا مو الله يحميكم يا رب وجميع المسلمين. أخي أبو محمد نجار بارك الله بكم ويحفظكم أنتم وكل أخواننا في سوريا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الجميع. Gökhan, nasılsınız kardeşim? Falcon çalışıyor musunuz? تقبل الله طاعتكم وجزاكم الله خيرا، حفظكم الله بارك الله بكم.
قول اون خوش geldiniz kardeşim nasıl güzel bir manzara var Allah kabul etsin hepimiz جزاك الله كل خير شيخنا الغالي أبو محمد نجار الله يحفظكم ويكرمكم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ كل من يشاهد هذا الفيديو عبر البث المباشر من هنا من أذن قل كما أسلفنا أذن يعني طويل في التركية قل حديقة أذن قل يعني البحيرة الطويلة قل بحيرة وهذه هي البحيرة شيخنا بس شايف البطاط راحوا نعسوا إلا بدهم يفطروا شيخي وين راحوا وين هربوا معقول بدهم يفطروا ماني شايف شي مو مبينين يا شيخ مو مبينين يعني ما نقول كنا وينهم لازم نشوفهم أشو يا خاي على الإدل بي على الإدل بي على الجسر أشو خاي أشو طبعا أخونا الشيخ رضوان من محافظة إدلب أيضا من جسر الشغور جسر الشغور مو هيك الله يحفظك يا رب بيسلم عليكم كلياتكم الشيخ رضوان ما شاء الله عليه يدرس الآن في أي جامعة جامعة كارادينيز البحر الأسود هندسة البرمجية هندسة برمجيات كارادينيز طبعا كارادينيز يعني البحر الأسود كارا أسود دينيز بحر طبعا هنو بيستخدموا كلمة سياهل للأسود بس هون عندهم أيضا كارا هي الأسود كارادينيز بحر الأسود أك ربي يحفظك أك أبيض مو هيك يعني أك دينيز البحر الأبيض المتوسط ها ما شاء الله جعت يا اخي اذا جعت بنروح على الافطار مشكل الاذان الاذان الساعه ما ادنا نص ساعه والله يا شباب يعني جعنا المعده تقرقر قرقري او لا تقرقرين خاصة على هذا البرد هون طبعا عم يقول الشيخ رضوان كلامه 100% المشكله هنا في برد يعني نحن طلعنا من طرابزون مشوبين وافتحوا الشبابيك يا شباب برد. الآن وصلنا إلى هنا إلى زنقل إجت السقعة والبرد يعني بعدين مبين على الجو الجو يمكن واضح بيقول الشيخ مبين معاكم يعني الغيوم الغيم ما شاء الله قوى وينه شايفه شيخ في أحد الأيام أنا طلعت على آخر الجبل طلعت لفوق كان ثلج كان ثلج ما شاء الله شيخي أنا ما بنصح حدا يطلع لهنيك أكيد ما يعني تطلع لهنيك ما تجمدت من البرد يعني. شوف الغيمي هاي شايف يعني شويه اللخ تنزل لعنا في لحظه بس في هذه الايام كنا كلنا طلاب جامعه طالعين في كشاف على الجبل كانت جميله جدا بس كان كثير برد والله انا هلق بردت يعني انا كنت عرقان يعني ما شاء الله كان سمك الثلج ما شاء الله هلق هذه هاي اللي قدامنا اللي بالنص شو هاي مجرد كيف هون كيف هون السرداب عم بيروح ايه النبع الجاي للبحيره بيصب من هنيك من هنيك النبع النبع هكذا جاي من هنيك لتحت ايوه النبع من هنيك يعني وهون بتتجمع البحيره يعني حاطين شيء بالنص جسر وفي تقعد بالنص هلق هذا مطعم فينا نقول مطعم يعني بيعملوا مطعم على الطرف مطعم هذاك تعشيت فيه انا هذاك المطعم على الطرف تعشيت في المطعم هنيك هذا المطعم شيخ انت ما نك قليل ما شاء الله عليك لا هون زايرة كثير اقول لك شيء 35 مره رايح ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام قرديشي اهلا وسهلا نصر سنز اي من تجد ترك بي اركادشلار فار ندن جليروس يعني نحن تعرفنا عليه الان في هذه اللحظه
جانب هذا المسجد. أنا مرشد سياحي على جبل تركي. نعطيكم جوال 057-255-08-53 بلا حدود غير المحدود على المزاجات. ما شاء الله. من المصري. أنت من فين؟ السوريلي. ها؟ كم السوريلي؟ سوريلي. بان ترك فتنداش عالدم كارديش. بان سوريلي ديلم. مزبوط. مزبوط 100%. شكا يا بيورم كارديشم. شكا يا بيورم. إنما المؤمنون إخوة. سهل لا. فأصلحوا بين أخويكم. 100-100. يوز دي يوز. مع السلامة في مطعم فطور يجي ساوة. في أمان الله. الله أماناتهم. يعني ما شاء الله ناس طيبين هنا. الكل يشاهد هذه المناظر الطيبة. بسم الله ما شاء الله. يعني نذهب. تجمدت والشيخ عبد الله كمان تجمد. يعني أسأل الله العظيم أن يتقبل منا هذه الساعات المباركة أنه نقلنا يعني صورة طيبة للناس يعني في بيوتهم بما يستطيع مشاهدة هذه المناظر يشاهدها الآن. أنت كأنك معنا هنا. وقلت سبحان الله كما نقول سبحان الخالق جل جلال الله. يعني مناظر طيبة جدا. أنا برأيي ما يدفينا غير الطعام الآن. إن شاء الله نذهب الآن إلى الطعام بإذن الله برفقة شيخنا الغالي الشيخ رضوان. الله يسلمك يا رب. فوت من هون. تفضل. شقة كبيرة ديلوكس ندمك يعني 250 ليرة تركية. أهلا بكم في أوزنغول. هيك عم يكتبوا يعني نحن عم نقرأ اللي كاتبينه. ومجهزة بكافة احتياجاتكم بأسعار منافسة. حاجة لهون. خلونا نفوت. الشباب واقفين هون. بلكي ما ضل لنا محل. لا بضل لنا محل؟ في كثير محلات. من ديننا نكاون إذا ما لقينا محل بدنا نكاون يعني. أكيد يعني. إدل بي خاي. أشو خيو؟ يعني أنا حكي نصف إدل بي. والله يا صاحبي أنا بالنسبة إدل بي مدل بي نسينا الإدل بي. لحم بعجين؟ إذا قلنا هذا لحم بعجين هذا شو شيخي؟ كفتة. هاي كفتة؟ كفتة تركية ولا سوري؟ سلطات. السلام عليكم. الزعيم هنا شايفين على الهواء مباشرة. جاء اتصال رئيس شركات وأعمال. تحياتي عمي إبراهيم. ربي يحفظك يا رب. مع الشباب الطيب نحن الآن. وانتم بألف خير إن شاء الله. السلام عليكم. كيف صحتك؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. مع شيخنا أبو البشر. شيخنا ومهندسنا الشيخ جمعة ومحمد غني عن التعريف يعني. الشاب هون أنس اليوسف. الله يحفظك ويبارك فيك ويكرمك يا رب. يعني الشباب ما شاء الله عليهم. الشباب والبراعم من الشباب الصغار طبعا. ناشئين. الباترون دائما بيحكي بالتليفون يعني. ما شغل دائما. تفضل معلم. لا اطلع بهالسيارة وتفضل مالك بعيد عننا. والله بنكسبك هون على الفطور. هون الشباب الطيبة كلها هون. في هون الشباب الطيبة كلها.
طبعا انا راح استودعكم الله لنتعرف على مشايخنا واساتذتنا والشباب الطيب كليات الان، يعني لازم نتعرف على الجميع، في بعض الاخوين ما بنعرفهم. اسال الله العظيم افطارا شهيا للجميع ان شاء الله، وتقبل الله طاعتنا وطاعتكم اجمعين. عصام الاخ هذا دكتور دكتور الان انا راح استودعكم الله، بس ناخذ هالصوره هاي مع الغالي على القلب ابو زياد، بارك الله فيك الاستاذ جميل، الله يحفظكم ويكرمكم. السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله، الله يحفظكم، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم، حيا الله العظيم ان يحفظكم. حياك، لن نتعرف على الجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله ورعايته. الجماعه الوحيده